إجمالي الأسهم الحاضرة مليار و5 مليون و13,930 بنسبة حضور 90.19%. وعلى هذا الأساس يعني النصاب قائم. هذا هو اللي عندك، ها؟ النصاب قائم، فنبدأ في هذه إجراءات الكلمات هي حصيلة كل ما استطاع أن يصرح به السيد علي الزبيد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الامتياز في الجمعية العمومية للشركة، حيث فوجئ هو والحضور بطلب مقدم من محامي السيد خالد السلطان الذي يمتلك 5.11% من الشركة بتغيير رئيس الجلسة وانتخاب الجمعية العمومية لرئيس جديد لها، مما أثار جدلا كبيرا واعتراضات من محامي الشركة. فبالتالي هذا الكلام غير صحيح، هناك عزل، انت اليوم حتى العزل لا تتكلم عنه لان احد بنودك تعيين مجلس اداره. هذه بدايه غير صحيحه. خلينا نكمل. ولكن مندوب وزاره التجاره اقر ان القانون يسمح بذلك. قاعد اقول لك اراجع القوانين اللي عندي، اراجع ما... اي نعم تبين وقريت الماده، انا قريتها لكم عدل يا جماعه ولا لا؟ قريتها لكم وتاكدت منها، انا اذا شيء مو متاكد ما راح اقره. وهكذا شهدت جمعية عمومية الامتياز أول تطبيق لبنود قانون التجارة الجديد الذي سمح للمساهمين بالانقلاب على مجلس الإدارة وتغيير رئيس الجلسة حتى قبل إجراء الانتخابات. إذا تفضل السيد اللي رشحته معرفي لإدارة الجمعية العامة. هو الحقيقة احنا كنا متفقين قبل الجلسة أن إنجاز الجمعية في أسرع وقت، إنجاز بنود الجمعية في أسرع وقت، وخوفا يعني من توسع النقاش، فإحنا يعني اقترحنا أن يكون رئيس الجمعية شخص جديد يعني، وإحنا ما نستغني يعني حتى رئيس تنفيذي كان المفروض هو قادر كان المفروض يكون موجود. لأن في أسئلة لا نستطيع الإجابة عليه لأن احنا جدد على مجدارة. ومع صدور نتيجة التصويت على تغيير رئيس جلسة الجمعية العمومية بات واضحا أن جماعة السيد خالد السلطان قد أعدت نفسها جيدا وجيشت معها نسبة الأغلبية، مما جعل نتيجة الانتخابات معلومة مسبقا. ولا واحد من اللي فازوا اليوم كان عضو مجدارة. طبعا احنا في المجلس في تأسيس الشركة معانا الأخ خالد السلطان بن عيسى، هو كان رئيس مجلس إدارة الشركة عند التأسيس في العوام الأولى، لكن صارت انتخابات وصار تغيير يعني. لكن الآن خالد سلطان بن عيسى رجع لمجلس الإدارة الحمد لله. وشركة الامتياز موقوفة حاليا عن التداول بسبب رفض هيئة أسواق المال لبياناتها، وتنتظر صدور أحكام نهائية في خلافها مع الهيئة. وكانت الشركة ارتبطت بنائب رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي السيد علي الزبيد، الذي اعتقد الكثيرون أن لديه تأييدا كبيرا، خاصة من شركة بروى القطرية التي تمتلك نحو 25% من الامتياز. ولكن نتيجة الانتخابات اليوم أكدت مرة أخرى أن المصالح تتغير والتحالفات أيضا. ومن المتوقع أن يطعن مجلس الإدارة القديم في إجراءات الجمعية العمومية، حيث أن عملية انتخاب رئيس جديد للجلسة بخلاف رئيس مجلس الإدارة أو نائبه تعتبر سابقة في تاريخ الجمعيات العمومية في الكويت. نجوى عسران، سي إم بي سي عربية، الكويت.